يبدو أن فضائح تنصت أجهزة الاستخبارات على بعضها البعض أصبحت مادة خصبة تثير فضول فناني العالم لتجسيدها على شاشة السينما، إذ قررت هوليود إنتاج فيلم سينمائي عن هذه القضية التي أثارت زوبعة دبلوماسية في العلاقات بين برلين وأنقرة وأمريكا، إضافة إلى عدد كبير من رموز الإعلام والسياسة في بريطانيا. طبعا كان مهم جدا، ودايما السينما ما بتكونش بعيدة أبدا عن هذه الواقع بالضبط، فضيحة التجسس أو التنصت على القيادات حتى يمكن المختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى من يعتبرون الحلفاء الموالين والحلفاء، طبعاً. يعني تنصت الولايات المتحدة على برلين على ألمانيا أو على المستشارة الألمانية طبعا كانت قضية، اعتبرت قضية فضيحة سياسية كان من الممكن أن تطيح بمستقبل السياسي لباراك أوباما. طبعا علشان كده هوليوود فعلا بدأت تنتج، تخيلي أن هي أمريكا هي اللي تنتج فيلم عن التنصت الامريكي، بطوله جورج كلوني طبعا، واحنا كلنا مستنيين فرحه، مش مستنيين نشوف افلامه. انا مستنيه التليفون ايش اللي كان بينقال، ايش اللي كان بيدور، كواليس اكيد تكون مرعبه، لانهم هيكشفوا فيها مناحي الرشوه والفساد وتعاطي يعني تعاطي الرشوه في مفاصل الدوله اللي ممكن تفسدها، وليست رشاوي كاي رشاوي، طبعا الرشاوي بتوصل الى مليارات من الدولارات. فجميل كمان ان يقوم بهذا الفيلم جورج كلوني، يعني متمتعا بشعبيته الجارفه، ويكون الفيلم ده هو أفضل هدية يقدمها إلى خطيبته العربية. نتابع. يستعد الممثل والمخرج الأمريكي جورج كلوني لإخراج فيلم عن فضيحة التنصت على الهواتف التي طالت بعضا من أكبر رموز الإعلام والسياسة في بريطانيا، حيث قالت شركة سوني بيكتشرز انترتينمنت إن الممثل والمخرج جورج كلوني الحائز على جائزة أوسكار سيخرج فيلما عن فضيحة التنصت على الهواتف التي طالت بعضا من أكبر رموز الإعلام والسياسة في بريطانيا. فيلم مأخوذ عن كتاب صدر عام 2014 بنفس الاسم للصحفي نيك دافيس، يروي فيه تفاصيل اختراق الصحف البريطانية للبريد الصوتي لهواتف المشاهير وأعضاء العائلة الملكية وضحايا جرائم للحصول على معلومات خاصة. وقال كلوني في بيان له إن نيك صحفي بارع وعنيد، ونحن نعتبر تحويل كتابه إلى فيلم شرف لنا. ودفعت فضيحة التنصت على الهواتف قطب الإعلام روبرت ماردوك لإغلاق صحيفة نيوز أوف ذا وورلد عام 2011، والتراجع عن عرض بقيمة 12 مليار دولار لشراء محطة التلفزيون بي سكاي بي البريطانية بعد غضب شعبي وسياسي وعزوف المعلنين. وأدت الفضيحة إلى إلقاء القبض على صحفيين بريطانيين بارزين، ووصلت إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي اضطر مستشاره الإعلامي أندي كولسون للاستقالة عام 2011 بسبب التنصت على الهواتف عندما كان رئيس تحرير صحيفة نيوز أوف ذا وورلد. وقالت الشركة إنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم العام القادم. طيب. فين هنروح؟ نفس هنشوف